تعالى وبالملائكة الذين هم جنود الله، والمراد بقولهم وجنودا لم تروها. وتعس على محتل البلاد جنان وطوفان الأقصى يا ناصرها والشهادة. الله 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 الله. مستمعي الكرام، ومن المعجزات الباهرة في غزوة تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من مباركة طعام قليل لا يشبع رهطا، والرهط المقصود به العدل النبي صلى الله عليه وسلم، فيأذن الله تعالى أن يشبع الجنس كله. مستمعي الكرام، لا أشد حاجة في هذا العصر إلى استمعان هذا الدرس العظيم من تلك غزوة المباركة. اشتدت حملات الكافرين من يهود ونصارى ومنافقين على المؤمنين، وهي تزداد يوما بعد يوم. أحبتنا الكرام، أهل غزة يعيشون محنة لكنهم على تحمل في طياتها منحة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله يحكم لا معقب لحكمه. البلاء سنة الحياة، وقد ابتلي خير خلق الله وهم الأنبياء ثم الأمثل والأمثل. عجل فرجك ونصرك لأهل غزة وأهل فلسطين عن الغدر. اللهم كن بهم على أكثرهم، اللهم بارك أرحامهم وأغفر موتهم يا رب العالمين. وطهر المسجد صارم بنفس اليهود والمسلمين، اللهم شدد شملهم وفرق صفوفهم، واكتب نصرك لإخواننا المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. شدوا بعضكم يا الأمصر، شدوا بعضكم.